السلام الخوش، كي دايرين؟ بخير، نتمنى كلشي يكون بخير. اليوم فيديو جديد، توقعات مباريات اليوم الخميس ليغا اوروب. عندنا 13 ماتش، بداو باول ماتش. عندنا اول مقابله بين مالمو وبراغا. من خلال الاحصاء الاداء اللي قدموا الفريقين، وايضا حتى مستوى الترتيب بينهما، وحتى المقابلات الاخيره الفريقين، احسن توقع لهذه المقابله هذه هو دوس فينال. والمقابلة بين بيس في وبودي جليمت، من خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى المستوى الترتيب بينهما، وأيضا آخر مباريات اللي قاموا بهم الفريقين، أحسن توقع لهذه المقابلة هذه أس فينال. والمقابلة بين أندرلخت وسكيلبورغ، من خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهما، وآخر مقابلات بين الفريقين، أحسن توقع لهذه المقابلة دي أس فينال. المقابلة بين هيرتز وباسكا هير، من خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهما، وآخر مقابلات بين الفريقين، أحسن توقع لهذه المقابلة هذه دوس فينال. المقابلة بين فياريال وليشبوزا بولندي، من خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهما، أحسن توقع لهذه المقابلة هذه أس فينال وبليس مجموع الأهداف جوجونز. المقابلة بين فرينك فالونس مع طرب سبور، من خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهما، أحسن توقع لهذه المقابلة هذه أس فينال. المقابلة بين فريبورغ الألماني وكاراباغ، من خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهما، أحسن توقع لهذه المقابلة هذه أس فينال.
المقابلة بين لازيو وفاينورد من خلال إحصاء الأداء اللي قدم الفريقين، وأيضا حتى المستوى الترتيب بينهما، وأيضا آخر مقابلات بين الفريقين في كل دوري. أحسن توقع لهذه المقابلة هذه بي إيماركي بجوج بي جوجونز. المقابلة بين مانشستر يونايتد وريال سوسيداد من خلال إحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهما، وآخر مقابلات بين الفريقين. أحسن توقع لهذه المقابلة هذه آس فينال. المقابلة بين نانت الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني من خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهما. أحسن توقع لهذه المقابلة بي إيماركي بجوج. المقابلة بين أمونيا و اس تيراسبول من خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى المستوى الترتيب بينهما. أحسن توقع لهذه المقابلة هذه آز فينال. مقابلة بين ستيرم جراز مع ميتلاند من خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهما، وأيضا آخر مقابلات للفريقين. أحسن توقع للمقابلة دي دوس فينال. مقابلة بين دنيبور مع ألكمار من خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهما، وآخر مقابلات للفريقين. أحسن توقع لهذه المقابلة هذه دوس فينال. والمقابلة بين شامروك روفز وديجير جرادن من خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهما. أحسن توقع لهذه المقابلة هذه بي إيماركي بجوج. أنا خوتي كيسالي الفيديو أخوتي، شكم فيديو جديد مقابلات قادمة، وخليت لكم واحد ثلاثة الفرقات ديال لاميز، صحاب لاميز، ثلاثة فرقات 100% مقريين مدروسين، وبالتوفيق للجميع. وخل ما تنساوش لينا لي لايك، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.